تبعته مرتك جبرية والله وين تبعته مرتك في واحد مرة منهم عاش الدجاجة هي كانت جاية تبعه عارف بلا غادي تبعته ويقطع هو مع جاز اسبقها بزاف ويقطع من تما يجي الشعب هو يبقى تياكل فيها لا فيا واحد الطريق قريبة فينا هو ما فينا هو صحابنا هو شي حاجة عرفتي اش وطري ما هذيك الكلب ديالك راه كمل لي الجير قالوا المطنصر قالوا لي هي قالوا لي داك هاد محمد وصال قالوا لي بايبر قال لي السوق وليت انا نعمل الماكله لقيت يقول لي هذا في الكلب ديالك ما صافيش حتى ايوا انا نقول لك انا وجهني ما ادري اسركب على المرسيدس ار لا ما تطيحكش سلمك خايف عمري ركبتي على غيور أطلق أغدك شل فير إدريس كل هارك انت بقيت في ركبه فابور شوف راه المدينه كنت انا فكرتها الصباح تاع نقول كنت واجدوا بنواحي تبارك الله خيرات الزيتون حنا دابا جينا للمعصره ها هي جينا باش نديو ان شاء الله نديو شويه الزيت البلاد منطقة معروفة بالزيتون ها الزيتون تبارك الله خير ديال الزيتون الشجر ديال الزيتون ها هو هنايا المعصرة حنا نمشي ان شاء الله ندخلو للمعصرة اللي تسجاو تيتفاوض مع الناس باش ياخد الزيت هنايا السارج ديال الزيت ها هو زيت الزيتون منطقة الناس ديالها كرامة تبارك الله الناس اللي عمر لهم الدار الناس ديال الخير الحمد لله ومن هنا ان شاء الله غادي نمشيو لبني ملال ومن ثم ان شاء الله نشدو الطريق للقنيطرة نجيو نشوفو احبابنا ولادنا وخوتنا والدينا ايوا هادشي اللي كاين هاد الساعة هادي كنا يومين ما نعسناش يلاه فقنا وخرجنا نشوفو نتعرفو على هاد المنطقة هادي ديال ازيلال منطقة خلابة معروفة بالزيتون واللوز لقينا اللوز ما هاد الشتا اللي ما صباتش هادي لقينا اللوز ما كاينش قليل شوية احنا دابا ان شاء الله غادي نمشي نتوجهو للمعصرة نخلي الجو لداخل في المعصرة وانا خرجت ندير هاد الفيديو هذا ها هو السي جواد هو خدا الزيت البلدية ها هو كيعمر ليا الكوفر ديال الطونوبيل سي جواد خديتي لي الزيت اخويا
ورينا خويا الزويته شوف تبارك الله خيرات الزيت. ها هي شي كلمه اخويا جواد، فقط تحيه لكم. هذه المنطقه ما هي هذه المعصره. ايوا الاخوان، موعدنا ان شاء الله فيديو اخر وفي شي حاجه جديده.